بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا الدرس الجديد للكيمياء العضوية واحد، الذي سنتكلم فيه عن الإكوليبريوم and rate of reactions، توازن وسرعة التفاعلات. التفاعلات الكيميائية بصورة عامة ممكن يعني تبسيطها إلى الشكل التالي: أن المادة أي مثلا تتفاعل مع المادة B لتكون المادة C زائدا المادة D، وهذا التفاعل طبعا يسير بثابتين، ثابت الأمامي يسمى الكي اون، والثابت الخلفي يسمى الكي اوف، ثابت السرعة الأمامي وثابت السرعة الخلفي. الآن هذا يعطينا سرعتين لهذا التفاعل، سرعة أمامية وسرعة خلفية. فعندنا مثلا الفورورد سبيد أو الريت لهذا الرياكشن تساوي لنا الكي اون في تركيز المادة أي في تركيز المادة B، وعندنا الباكورد سبيد أو السرعة الخلفية أو الباكورد ريت تساوي لنا الكي أوف في الكونستريشن مادة C كونستريشن مادة D. هذا الآن هو السرعة الأمامية والسرعة الخلفية لهذا التفاعل الكيميائي. هاي السرعة الأمامية وهذه السرعة الخلفية. في حالة التوازن أو في حالة الإكوليبريوم تكون السرعة الأمامية تساوي السرعة الخلفية، يعني إذا تساوت السرعة الأمامية والسرعة الخلفية هذا يعطينا بالنهاية المعادلة التالية، يعني إذا كان الفورورد سبيد تساوي لنا الباكورد سبيد، الفورورد سبيد يعني الكي أون في الأي في البي يساوي لنا الكي أوف في السي في الدي. لو وجدنا نسبة الكي اون إلى الكي اوف عند التوازن ستكون النسبة هي التالية: تركيز المادة سي في تركيز المادة دي على تركيز المادة اي في تركيز المادة بي. إذن عندنا هذا هو اللي يسمى بغالبا يسمى الكي إكوليبريوم. فالكي إكوليبريوم عبارة عن كونستانت، هو حصيلة قسمة تو كونستانتس كي اون على الكي اوف يسمى الكي إكوليبريوم. فإذا كانت الكي إكوليبريوم كانت قيمتها أكبر من واحد، يعني هذا الكلام أن الكي اون أعلى من الكي اوف، هذا يعني أن التفاعل سيسير بالاتجاه الأمامي. على العكس من ذلك، لو كانت الكي إكوليبريوم هي أقل من واحد، معنى هذا الكلام أن الكي أوف هي أعلى من الكي أون، وأن هذا التفاعل سيسير بالاتجاه العكسي. فالرياكشن إكوليبريوم أو what makes a reaction go، ما هي الأشياء اللي تجعل الرياكشن يسير باتجاه أمامي أو اتجاه خلفي؟ A chemical reaction can proceed in two directions. Reactant molecules can form product molecules وهو يسمى الاتجاه الأمامي، and the product molecules can react to form a reacted molecules وهي يسمى الاتجاه الخلفي. فأي تفاعل ممكن يسير باتجاهين أمامي أو الاتجاه الخلفي. We describe the chemical equilibrium for the forward and backward reactions by the following equations. The K equilibrium كما شاهدنا قبل قليل تساوي لنا ال K on على ال K off، وتساوي لنا concentration في C مضروب concentration في D، هذه لل products تقسيم ال A في ال B، هذه بالنسبة لل reactants. طبعا كل من هذه concentrationات مرفوعة إلى القوة اللي تساوي عدد المولات الموجودة لهذه المادة في المعادلة. فالسي مرفوع للسي سمول يعني عدد مولات السي، والدي كذلك مرفوع للدي سمول عدد مولات الدي، وهكذا بالاي ايضا بالاي سمول والبي للبي سمول. يقول كي إكوليبريوم ذا إكوليبريوم كونستانت تيلز اس ذا دايركشن ذات از فيفورد، اي من الاتجاهات يكون هو المفضل الامامي او الخلفي فور ذا رياكشن. اف كي إكوليبريوم از مور ذان 1 ذا فورميشن اوف برودكتس
سي اند دي ويل بي فيفورد. يعني اذا كان الاكويليبريم اكبر من واحد فالتفاعل سيصير باتجاه الامامي، اذا كان الاكويليبريم اقل من واحد سيصير التفاعل باتجاه العكسي. اذا الاكويليبريم تفيدنا في معرفة اتجاه حركة التفاعل اذا كان نحو الامام او نحو الخلف، وهي مقياس وليست السبب لحركة التفاعل. السبب لحركة التفاعل نحو الامام او نحو الخلف هو فرق الطاقة. فممكن صيغة هذا على شكل سؤال: What determines whether a reaction will proceed to the right toward the products؟ ما هو الذي يحدد فيما اذا كان التفاعل سيسير نحو اليمين اي نحو البرودكتس؟ الاجابة تكون هي: A reaction will occur when the products are lower in energy or more stable than the reactants. إذا كانت النواتج هي أكثر استقرارا من المتفاعلات فسيصير التفاعل نحو الأمام، يعني أن التفاعل هذا سيكون تلقائي spontaneous، وهذا التفاعل أيضا سيحرر طاقة عند تكوين البرودكتس، يعني أنه الدلتا H ستكون أقل من صفر. يعني الدلتا H هي عبارة عن الفرق بين ال H2 وهي الطاقة الحرارية للبرودكتس ناقص الطاقة الحرارية للرياكتنس. فإذا كان ال H2 الطاقة الحرارية للبرودكتس أقل من الطاقة الحرارية للرياكتنس ستكون الدلتا H بالماينس بالنيجاتيف، وهذا يعني نرمز له الدلتا H أقل من صفر. إذا هناك شيء مترابط، وهي أنه إذا كان الرياكشن يكون برودكتس ذات طاقات أقل من طاقات الرياكتنس من المتفاعلات سيكون الرياكشن هذا سبونتانيوس تلقائي، تكون فرق الطاقة أقل من صفر، وبالتالي سنشاهد هذا على شكل كي إيكوليبريم أكبر من واحد. مثال على هذا الكلام هو تفاعل الـ HBr مع الإيثين. هذا التفاعل كما شاهدنا قبل قليل في الدروس الماضية تفاعل تلقائي، لأن الإيثين هو يعني أكثر رياكتيفيتي من الإيثان، سيتفاعل تلقائيا مع الـ HBr ويكون هذا البرودكت ويحرر كذلك ايش؟ طاقة. على العكس من ذلك طبعا تفاعل الإيثان تحوله إلى ميثايل راديكالز. هذا التفاعل طبعا هو تفاعل يؤدي إلى تكوين راديكالز ذات طاقات مرتفعة، وبالتالي هذا التفاعل هو نون سبونتانيوس غير تلقائي، نون سبونتانيوس. وايضا راح تلاحظ ان فرق الطاقه بهذه الحاله سيكون بالبوزيتيف، يعني ان طاقات النواتج هي اعلى من طاقات المتفاعلات، وبالتالي ال H2 ناقصا ال H1 ستكون قيمتها اكبر من صفر، وهذا نشاهده على شكل كي إيكوليبريم اقل من واحد. فتلاحظ ايضا ان هناك هذا الترابط، انه تفاعلات النون سبونتانيوس تكون لها دلتا H اكبر من صفر وكي إيكوليبريم يكون اقل من واحد. كما تشاهد طبعا بالحالتين هناك الفرق واضح بفرق الطاقة. في الحالة الأولى مثلا هناك تحرر للطاقة، بينما في الحالة الثانية هناك استهلاك للطاقة. فهذا هو السبب الحقيقة سواء التفاعل أنه يسير نحو الأمام أو نحو الخلف. السبب هو فرق الطاقة بين الرياكتنس والبرودكتس. ممكن تمثيل هذا فرق الطاقة طبعا بشيء يسمى الـ Reaction Energy Diagram، مخطط طاقة التفاعل، وهو على شكل هذا الكيرف اللي تشاهدونه أمامكم. The equilibrium constant for reaction tells us whether or not the products are more stable than the reactants. الـ equilibrium constant يخبرنا فيما إذا كان أي منهم أكثر استقرارا. Whether or not the products are more stable than the reactants. However, the equilibrium constant does not tell us anything about the rate of the reaction. يعني equilibrium constant ما يعطيك أي معلومات عن سرعة التفاعل. اللي يحدد سرعة التفاعل بالحقيقة هي ال transition state للتفاعل. فهذه هي المرحلة أو القيم المرحلة الإيش الانتقالية للتفاعل. كلما كانت المرحلة الانتقالية ذات طاقة أقل كان التفاعل أسرع. The reactions originally goes from the reactants to products through a transition state. The transition state is the unstable, short-lived, high-energy form. هاي مرحلة انتقالية ما ممكن أن نشاهد إحنا بال يعني بالمحلول يعني أو نعزلها من المحلول. لو عملنا reaction الآن في داخل
يعني وعاء، وكان هذا الرياكشن اللي يحدث في داخل الوعاء راح نشوف بينه بالتأكيد هناك بعض الرياكتنس، ونشوف أيضا بينه بعض البرودكتس، لكن ما نقدر نشوف بينه الترانزيشن ستيت لأنه هذه تكون عمرها قصير جدا. فلو أخذنا سامبل من هذا الرياكشن وحللناه ممكن نشوف بينه رياكتنس، ممكن نشوف بينه برودكتس، لكن ما نقدر نشوف بينه الترانزيشن ستيت لأن هذه تكون قصيرة العمر ويعني غير مستقرة، فما نقدر احنا نحللها او نستخلصها ونعرف انه تكونت. لكن هذه فقط تخمن نظريا انه تكون هذه الترانزيشن ستيت، ممكن فقط تخمينه نظريا. زين، اذا هذه الترانزيشن ستيت مستوى الطاقة للترانزيشن ستيت يحدد في اذا كان التفاعل سيسير بسرعة او سيسير ببطء. As the energy of transition state is reduced, the reaction goes faster and vice versa. كلما كانت طاقة transition state أقل، التفاعل سيسير بسرعة أكبر. طبعاً هذا هو energy diagram, reaction energy diagram، عبارة عن يعني diagram مرسوم على محورين. محور الأول هو محور العمودي هو الطاقة، والمحور الأفقي هو reaction coordination أو reaction coordinate. والرياكشن كوردينيت يعني ما يتكون خلال الرياكشن، رياكتنس تتحول الى ترانزيشن ستيت وتتحول الى برودكتس، وتلاحظ هذا فرق الطاقه ليش لفرق الطاقه الكلي للرياكشن، ويكون بين الرياكتنس والبرودكتس. بين فرق الطاقه بين الرياكتنس والترانزيشن ستيت يسمى هذا طاقه التنشيط او الاكتيفيشن انرجي، المصدر اي اي يعني اكتيفيشن انرجي، وهذا الاكتيفيشن انرجي هو اللي راح يحدد سرعه التفاعل. فكلما كانت الاكتيفيشن انرجي كانت قليله كان التفاعل سيكون فاست سريع، وكلما كانت الاكتيفيشن انرجي مرتفعه سيكون التفاعل سلو بطيء. هذا مثال على استعمال الانرجي رياكشن انرجي دايجرام في تمثيل تحول رياكتنس الى برودكتس. هذا هو نفس الرياكشن اللي اخذناه قبل قليل هو تفاعل الايثين مع ال HBr. تلاحظ هذا التفاعل ايضا يمر بمرحله انتقاليه. فالمرحله الانتقاليه الاولى، طبعا هذا الرياكشن بينه مرحلتين انتقاليتين. المرحله الانتقاليه الاولى ان يقترب ال HBr من الايثين، ويصير هناك نوع من الانتراكشن بين الهيدروجين الموجبه والايثين الكربون، الايثين اللي يحاول على كثافة إلكترونية عالية قريبة من الباي بوند، فيصير هناك نوع من التجاذب هذا المؤقت غير مستقر وهو يسمى الترانزيشن ستيت 1. بعد أن ينتقل الهيدروجين إلى الإيثين ويكون كاربوكاتيون، الكاربوكاتيون هذا يعتبر هو أكثر استقرارا من الترانزيشن ستيت الأولى، ويعتبر ايضا هو اكثر استقرارا من الترانزيشن ستيت الثانيه اللي هي انتقال البي ار الى الكربوكاتيون. اذا هذا المركب المتكون بين التو ترانزيشن ستيتس اللي هو اكثر استقرارا من التو ترانزيشن ستيتس، احنا نطلق عنه غالبا انترميديت، وسيط يعني، او مركب الوسطي. فالكربوكاتيون هو ايضا يعتبر ترانزيشن ستيت، لكن كونه اكثر استقرارا من غير الترانزيشن ستيت احنا نسمينه انترميديت. هذا الانترميديت هو الكربوكاتيون راح يتفاعل بعد ذلك مع ايش؟ مع البي ار، يقترب البي ار من الكربوكاتيون، وايضا يحصل هناك نوع من التجاذب يعني النون كوفالنت انتراكشنز من دون اثرات، فقط تجاذب شحني بين البي ار والكربوكاتيون، وهذا ايضا يسمى الترانزيشن ستيت رقم 2. بعد ذلك يتكون البرودكت في النهايه وهو برومو ايثان، ويكون عندنا بالنهايه هو هذا البرودكت. لو قارنا الان احنا بغض النظر عن ما مر بهم التفاعل من كل هذه الخطوات، لو قارنا طاقه الرياكتنس وطاقه البرودكت راح نشوف ان البرودكت المتكون ذو طاقه اقل من الرياكتنس، وبالتالي يكون الدلتا اتش بالنيجاتيف، يعني هناك تفاعل محرر للطاقة وهو تفاعل سبونتانيوس تلقائي. أيضا نلاحظ أن هذا التفاعل سيكون بنوع من البطء خاصة بالمرحلة الأولى، لأنه الـ EA الأولى تكون كبيرة، وبالتالي
تكون هذه الخطوة الأولى هي خطوة بطيئة، خطوة بطيئة، لأنه الـ EA طب EA تكون كبيرة، أما الـ EA الثانية تكون صغيرة، وبالتالي تكون الخطوة الثانية هي أسرع. وهذا الكلام هو مطابق لما أخذناه في الدرس السابق، أنه التفاعلات الـ addition reactions على الالكينز تمر بخطوتين، الخطوة الأولى هي خطوة slow وهي خطوة تكون الكاربوكاتيون، والخطوة الثانية خطوة rapid وهي عملية إضافة النيوكليوفايل إلى الكاربوكاتيون. فكما ذكرنا سابقا هناك two يعني steps، والستيب الأولى تكون هي البطيئة. هذا الكلام مطابق تماما لما أخذناه الآن، وهي أن الخطوة الأولى هي تكون البطيئة والخطوة الثانية تكون هي السريعة. ايضا الرياكشن انرجي دياجرام ممكن يعني استعماله لفهم آلية الماركوفنيكوف رول، كيف كان يعني يعمل قانون ماركوفنيكوف. ذكرنا سابقا ان الماركوفنيكوف رولز هو قانون يدل على تكون مركبات معينة بالاديشن رياكشن دون مركبات اخرى، وذكرنا ان السبب هو استقرارية الكاربوكاتيون المتكون، فكلما كان الكاربوكاتيون المتكون أكثر استقرارا كان الناتج من هذا الكربوكاتيون هو الأعلى. فمثلا هذا المثال، شوف أمامك هناك إضافة الكتروفايل، الخطوة الأولى هي إضافة الكتروفايل إلى البروبين. تلاحظ إضافة هذا الكتروفايل سيكون هناك احتمالين للإضافة. الاحتمال الأول أن يضاف الهيدروجين إلى الكربون الأولى ويكون الكربوكاتيون على الكربون الوسطية، وينطينا بالنهاية هذا البرودكت، هذا الكربوكاتيون. الاحتمال الثاني أن يضاف الهيدروجين إلى الكربون الثانية وتكون الكربوكاتيون على الكربون الأولى، وهذا هو الاحتمال الثاني. إذا هناك احتمالين لتكوين نوعين مختلفين من الكربوكاتيونز، تلاحظ كل كربوكاتيون من هذه الكربوكاتيونز راح يكون له طاقة مختلفة عن الكربوكاتيون الثاني. الكربوكاتيون الأول هذا له طاقة مرتفعة، الـ EA تكون مرتفعة، هو قليل الاستقرارية highly unstable. الرياكشن إذا راح يسير بهذا الاتجاه سيكون الرياكشن بطيء، لأنه راح يكون تكون الـ EA مرتفعة، وبالتالي من المتوقع أن تكون البرودكت من هذا الكربوكاتيون هي القليلة بالرياكشن. على العكس من ذلك، الكربوكاتيون الثاني تلاحظ له طاقة منخفضة، طاقة تنشيط منخفضة، سيكون هذا الباثوي أسرع من الباثوي الأول، وبالتالي البرودكت الناتج من هذا الباثوي ستكون هي الأكثر. الآن نأتي إلى حل بعض الأمثلة على الرياكشن انرجي دياجرام. يقول هذا example sketch a reaction energy diagram for a one step reaction that is very slow and slightly exothermic، يعني يكون الرياكشن هذا بطيء وايضا يكون slightly exothermic. ايش معنى slow؟ يعني طاقة التنشيط لهذا الرياكشن ستكون مرتفعة، لهذا سيكون بطيء. slightly exothermic يعني انه الـ H2 يجب ان تكون هي اقل من الـ H1، طاقة الـ products تكون اقل من طاقة الرياكشن. كيف نرسم هذا؟ نرسم يعني اي كيرف تكون بدايته أعلى من نهايته، يعني تكون طاقة الرياكتنس أعلى من طاقة البرودكتس، ويمر هذا بـ EA مرتفعة، هي تسمى ترانزيشن ستيت. وشوف أنه بهذا الرياكشنز هذا الدياجرام الـ EA تكون مرتفعة، الترانزيشن ستيت تكون في طاقة مستوى طاقة عالي، يعني سيكون الرياكشن بطيء. إذا الـ very slow هي تشير إلى هذه الـ EA، هي التي تشيرنا إلى سرعة التفاعل. وبالنسبة للـ slightly exothermic هي راح تكون مرتبطة مع هذا الجزء من الرسم. فهذه طريقة رسم هذا أو حل هذا السؤال. هنا سيعطينا أيضا بعض الأمثلة. يقول draw a reaction energy diagram for one step reaction that is very fast and very exothermic. very fast يعني هذا أنه الـ EA المفروض تكون قليلة، و very exothermic يعني أنه الـ H2 هي أقل بكثير من الـ H1.
حتكون very exothermic. فاحنا ايضا نفس الطريقة راح نرسم كيرف نحدد مستوى طاقة مثلا الرياكتنت مستوى طاقة البرودكتس ونعمل رياكشن ليكون very fast. very fast يعني تكون الاكتيفيشن انرجي تكون قليلة جدا. هذا هو الرياكشن انرجي دياجرام، يعني هذا الخط الافقي هو خط الانرجي، هذا هو المحور الطاقة، هذا هو محور الرياكشن كوردينيتس، هذا رمز الانرجي، هذا الرياكشن كوردينيتس، وهذا تكون عندنا الرياكتنتس، وهذا هو البرودكتس. وطاقة التنشيط طبعا هي هذه طاقة التنشيط، هذه هي الـ EA Transition State. فهذا الحل هو حل الفرع الأول، أنه Reactance تكون الطاقات أعلى من طاقات البرودكتس بكثير، يعني أنه سيكون فرق الطاقة سيكون مرتفع. يعني لو قارنا الآن مثلا الدلتا H، الدلتا H ستكون أقل بكثير من صفر، لأن H2 هي أقل بكثير من H1. هذا مثال على التفاعل يكون very exothermic، وأن يكون هذا الرياكشن very fast أن تكون الـ EA لويج قليلة. الفرع الثاني يقول draw a reaction energy diagram for a one step reaction that is very slow and slightly endothermic. تفاعل أيضا one step reaction that is very slow and slightly endothermic. فنرسم أيضا المحور الطاقة ومحور reaction coordinates، وأيضا نحدد مستوى طاقة reactants ومستوى طاقة البرودكتس. البرودكت راح تكون ضد طاقة أعلى من طاقة الرياكتنس لأنه التفاعل هو slightly endothermic، وأيضا يكون very slow يعني راح يمر بترانزيشن ستيت مرتفعة جدا قبل أن يتحول إلى البرودكتس. فهذا هو إيش الرياكتنس، وهذه هي البرودكتس، وهذا مستوى الترانزيشن ستيت، ترانزيشن ستيت، وهذا هو هي طاقة التنشيط الأولى اللي هي هذه، هذه طاقة التنشيط الـ EA اللي تكون مرتفعة حتى يكون الرياكشن very slow. وهذا هو الدلتا H، هذا هو الدلتا H اللي يكون بهذه الحالة أكبر من صفر. فهذا السؤال هو أيضا نفس الأسئلة السابقة، لكن لأنه بين عدة مطاليب والرياكشن يكون بينه يعني تو ستيب راح نرسمه على السبورة. أيضا راح نستعمل السكيل يعني أو عفوا الدياجرام، عندنا الرياكشن دياجرام، ويقول أن هذا الرياكشن يمر بتو ستيبس، يعني عندنا مرحلتين انتقاليتين. المرحلة الانتقالية الأولى تكون هي endothermic، يعني تكون المرحلة الانتقالية الأولى هي مستهلكة للطاقة، يعني قلنا هذا هو الرياكتنس راح يمر الرياكتنس بتو الترانزيشن ستيت، الترانزيشن ستيت تكون هي endothermic. ايش معنى endothermic؟ تكون يعني ساحبة للطاقة، يعني الدلتا H تكون بالبلس. تتكون يكون عندنا بالنهاية ايش؟ intermediate. إذن هذه هي الترانزيشن ستيت الأولى، وهذا هو ايش بالبداية اللي راح يصير عندنا الجزء الأول طبعا من التفاعل هذا اللي يكون endothermic لأنه راح يكون ساحب للطاقة. تلاحظ أنه الدلتا H في هذا الجزء ستكون أكبر من صفر endothermic. هذه كلها الآن الستيب الأولى، وتكون الستيب الثانية exothermic second step، يعني بعد أن يصل إلى هذا الانترميديت راح يتحول هذا الانترميديت إلى a products عن طريق second step.
السكند ستيب الآن هي إكسوثيرميك ستيب. إكسوثيرميك ستيب هتكون البرودكت، لأنه المستوى الطاقة بين هذه المي انترميديت و البرودكت سيكون الدلتا اتش أقل من صفر، ولهذا يكون هذا رياكشن إكسوثيرميك رياكشن. فعندنا الآن هذا الدياجرام، الجزء الأول منه هو الإندوثيرميك، هذا الجزء الأول هو الإندوثيرميك، والجزء الثاني هو هذا سيكون هو الإكسوثيرميك. والتفاعل ككل، يعني التفاعل ككل من البداية إلى النهاية، تلاحظ أن الرياكتنس مستوى طاقتها هي أعلى من البرودكتس، يعني أنه الدلتا إتش ستكون أقل من صفر، ويكون الرياكشن هذا سبونتانيوس. إذا هذا هو حل السؤال، أنه يعني تو ستيب رياكشن. طبعا أيضا يطلب منك بالسؤال، يقول لك ليبل ذا رياكتنس ترانزيشن ستيتس، لازم كده تحددها في على الرسم. في ترانزيشن ستيت الأولى، هذه النقطة هي الترانزيشن ستيت الثانية، هذا هو الرياكتنس، هذا البرودكتس، ويقول أيضا حدد الانترميديات، هذا هو الانترميديات اللي يشير له بالسهم، يعني هذا هو الانترميديات. يقول أيضا حدد الاكتيفيشن انرجي، زين حددنا الاكتيفيشن انرجي لازم أيضا نرسمه بالرسم لون مختلف، يكون لون الأخضر هذا. فهذه الاكتيفيشن انرجي الأولى، هذه هي الـ EA رقم واحد، وهذه هي الـ EA رقم اثنين في انرجي الثانية. ويقول الانثالبي ديفرنسز، يعني الدلتا اتش، حددنا كتبناها الدلتا اتش، كتبناها الدلتا اتش بالنسبة للستيب الأولى والستيب الثانية، وكتبنا الدلتا اتش الكلية أيضا للرياكشن. إذا هذا هو حل هذا المثال.